احنا قلنا قضاء الدور من دخلت قوات الحشد في تحريره، مركز المدينة بها 256 كانوا في جلام الدور، وقضاء الدور بنواحي مثل أطراف القرى بها عشائر شمر من الحسان من العيث من الأسلم، هذين كلها كان فيها أيضا أخذهم من 47 شخص، لكن 256 اللي أخذوهم من أبناء مركز المدينة هذول استقبلوهم بفرحة للحشد، نعم، وأقاموا الولائم ونصبوا لهم أو لموا للحشد وسووا لهم غداء، لكن ثاني يوم اعتقلوهم كلهم 256 ولا يعرف مصيرهم إلى حد الآن. يعني احنا شلون يقولون الشياب اكنه ما بيملح يمكن وياهم. نعم. فاعتقلوهم وهاي صار 5 سنوات لا يعرف مصيرهم.